الدكتور المرشدي قاعده هنا بتفكرني بقى بحاجه عظيمه، لان هي اللي قالت كلمات عبد الرحمن الشرقاوي على المسرح القومي. فانا وعبد الرحمن الشرقاوي كان طبعا استاذ مستجدي، وهو من مواليد المنوفيه ايضا، وهو استاذي وحبيبي وصديقي الله يرحمه. فعبد الرحمن الشرقاوي كتب روايه الارض، دايما انا كتبت ايام موحشه كده وهتتعمل فيلم قريب. فعندي ايضا القصه القصيره كانت ايضا تكتب باللغه الشعريه. والجديد في العالم الان يعني حتى كتابات شيكو الدكتور محمد علاني لما حد يسلط الضوء عليا في مقال نقد شديد وقت جريده الاطفال، طب لا شيكو كان طبيب وهو كتب كده، وحتى في كل الكتب الخمس مجموعات الخصوصيه اللي انا قدرتهم، منها بقايا الروم ومنها الرياح والسفينه ونقل العصبيه، كل دول المجموعات دي فعلا قدر الدكتور محمد علاني يحط ايده على قضيه كتابه او توظيف اللغه الشاعريه في الكتابه النثريه.